هذه الجمعية العزيزة التي لي معها تواصل كبير. موضوع الماء والمياه هو موضوع حيوي بالنسبة للمغرب وبالنسبة لجميع بلدان المعمور، لا سيما مع التطورات والتقلبات المناخية. الآن بالمناسبة انعقد مؤتمر الأطراف في مصر الآن وتدرس هذه الإشكالية، والمياه داخلة يعني كأثر الجفاف أثر من أثار والتصحر وغيره من أثار هذه التقلبات المائية. وبالتالي الإنسان أعطاه الله العقل، وبالتالي لا بد أن يفكر في حلول أخرى يمكن بواسطتها التغلب أو على الأقل محاولة المساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمة. ولعل أهم هذه الحلول هو الحلول التكنولوجية، ومثلا المغرب كأحد البلدان التي لها واجهة بحرية طويلة، ربما من بلدان قليلة اللي عندها هذه الواجهة البحرية الممتدة، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو على مستوى المحيط الأطلسي. وبالتالي يمكن أن يعتمد المغرب تجربة تحلية مياه البحر. فعلا هذه التجربة وهذه التقنية تكلفتها باهظة، ولكن بالمقارنة مع الجفاف مثلا الذي يعرفه المغرب وتعرفه الكثير من البلدان، يمكن أن أصبح هذه التكلفة أقل. الإشكال الثاني هو أنه يجب أن نعتمد الطاقات النظيفة، لأن عندنا المغرب عنده وقع مجموعة من الشراكات سواء مع الاتحاد الأوروبي أو غيره، وبالتالي لا بد أن تكون هذه التقنيات تقنية تحلية البحر يجب أن تعتمد الطاقات النظيفة، وهذا يزيد من صعوبة الأمر، ولكن لابد من التغلب على هذا الأمر. هناك إشكال آخر موازي مع ندرة المياه هو الآثار الجفاف على الفلاحة وعلى يعني الذين يشتغلون في هذا القطاع، وبالتالي لا بد من تفكير في تنويع موارد الدخل بالنسبة لهذه الفئة من المغاربة حتى لا يتأثروا بالجفاف. بما واحد نسبة 20% من المغاربة يتأثرون بالجفاف، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول جديدة على هذا المستوى. والجانب الثالث وهو المتكامل أيضا هو توفير ما يمكن أن تسميته بالأمن الغذائي، وذلك بتخصيص بعض المناطق لزراعة الحبوب وغيرها من المواد الأساسية. وبهذا يمكن نتحدث على أن نوع من العقل المغربي يمكنه أن يبدع بعض الحلول على لحل هذه الأزمة.